وصفت نفسك في احدى المناسبات بانك العفريت اللي تعرف كل شيء وتفهم في التسيير الرياضي او اليوم ثم صلاح الدين زحاف عفريت وثم 20 و30 عفريت قاعدين طالعين من السوسيوز. احنا تو قبل كان صلاح الدين زحاف عفريت اي بالمجد. انا قبل كنت وقت نغزر لنفسي في المرايه نقول وقلتها انا شوي سبونتاني وببليك نتاع النادي الصفاقسي يعرفني، قلت راني نقول الحمد لله يا ربي معناها دو توت فاسون اللي صار وقتها بالمشاكل الموجوده بالعراقيل بالكذا، انا قلت إن نشوف المرآة نقول عفريت انت زحار صحيح. اما الباهي توا سيكو عندنا 20 و30 عفريت قاعدين يلزيمرج خاطر السوسيوس عدا انها تعمل بور 2 مليون دو دينار دو زوز مليار دويت دي انفستيسمون، خاطر مش كان الحافله هكا على خاطر عملنا لها شويه. فما صبوره اللامعه في الطريق سمعت؟ لا مش صبوره اللامعه، صبوره اللامعه راهو احنا في بلديه، احنا رانا تابعين ليه، احنا تابعين دوله اسمها الدوله التونسيه، مش احنا كل شيء نعملوه، راهو احنا نجموا نعملوا صبوره، نجموا نعملوا بلوتار حتى ان ستاد. اما يا خويا راهو احنا صفاقس تابعين الجمهوريه التونسيه والدوله التونسيه وتابعين لو بيدجي دو ليتا تونيزيا، خاطر احنا اون كونتريبيو اكثر ناس كي كونتريبيو في البيدجي دو ليتا هما صفاقسيه، وبالاثباتات اللي موجودين في صفاقس ولا موجودين هنا عندكم في تونس، ولهذا احنا عندنا الحق ان يعملوا لنا سبوره لامعه. شو لعب ان سبوره لامعه معناها تو عندها 10 سنين في الحاله هذيك كالسكوت 500 مليون، شنو هي 500 مليون؟ شنو هاو جا وزير أو مشى وزير أو جا طارق أو جا شنو؟ لا خويا احنا مش نعملوها خليها مطفي، نجموا نعملوها ما مش نعملوها. اما احنا مش نزيدوا لا دوزيام ترونش توا بيانتو دون دو سيمين، غير نستناو شويه لا بيلوز على خاطر توا اون بروفيت دو فات كو ثم تريف بور ارونجي ان بو لا بيلوز، دونك ما نجموش ندخلوا نعملوا دي ترافو. مي من هنا جمعتين ثلاثه يفا يافوار لي بانوليد على كافة معناها وراء لي كاج و معناها في استاد كامل، فهمتني؟ وثم مشاريع أخرى كبيرة راهو سي سي اس معناها السوسيوس عملت كيما قلت لك يظهر لي حوالي 2 مليون دو دينار دانفستيسمون، ثم 200 مليون مشاو للهيئات المديرة، معناها ساعات الهيئة مديرة معناها ساعات تستحق وساعات هي من غير ما تستحق تجي تهز، وساعات تجينا شويه هكا تجي تهزي خبسيبه هي الحكايه. ليه شوف كيفاش بنظمي رواحكم انت؟ احنا مليارات هذوما زوز مليون دينار سي سلاح. اي نعم. يقول القائل مو فما دوله وفما هيئه مديره وفما نظام وفما جمعيات وفما يعني كيفاش تصرف في الاموال هذيا؟ من يشرف على تسييرها؟ كيف تقع مراقبتها باش تبدا الامور واضحه في اطار الشفافيه المطلقه؟ احنا فاسون لي سوسيوس هو انت كان نهار يهديك ربي وجيد كورسوس كرير سوسيوس تدفعنا قريب نجيب العكس تدفعنا 15 دينار معناها نعرف انت تحب السي اس اس الجمعيات اللي تحبها تولي انت عندك لانفورماسيون اتو مومون اش دخلت فلوس واش تصرفت بالدينار اتو مومون. احنا عندنا اداره فيها تقريبا 8 من الناس، لي فيرمون هذوما يصيروا دون مانيير الكترونيك، يتصبوا دي بريليفمون من الحساب نتاعك يتصبوا دون مانيير الكترونيك في حساب بالنادي الرياضي الصفاقسي سوسيوس. احنا مش عاملين دوله كما قلت انت وما ادري شنو موازيه وحكومه موازيه وما ادري شنو، احنا ما مشيناش خذينا فيزا تاع اسوسياسيون اسمها سوسيوس، لا احنا تابعين هياكل النادي الرياضي الصفاقسي مثل ما هو منصوص عليه بالقانون الاساسي للنادي الصفاقسي، ولهذا الحساب باسم النادي الصفاقسي سوسيوس، ولهذا كل رئيس في النادي الرياضي الصفاقسي ينجم يصحح ويجبد الفلوس. احنا واتات ثم شكون صحح وجبد الفلوس، واتات ثم عقل على النادي الصفاقسي يقولوا لهم تعرف احنا ما عندناش هوك الكونت هذاك هوك برا فيه يهزوا، فهمتني؟ 50 10 6 كذا، فهمت؟ ومش مشكله احنا بالنسبه لنا الفلوس في نهايه الامر هي النادي الصفاقسي، ومع هذا لي سوسيوس سون ديزاديرون، دونك ندفعوا للهيئه المديره لا كوتيزاسيون تاع الكارت، هذوك الناس اللي يحب ياخذ الكارت نتاعو نعطيو للهيئه المديره طبيعي موارد الكارت ديزيون،
وخذينا على عاتقنا بدينا نطوروا في نوتر برودوي اسمه سوسيوس انتربريز، معناها كيما نجم ناخذ من عند سيادتك 15 دينار كيما نجم ناخذ من عند شريكتك 250 دينار في الشهر. هذوك ال 250 دينار مع 250 مع كذا هذوك للسنتر دو فورماسيون ديجا، فهمتني؟ هذوك نفس الشيء يمشيوا للهيئة المديرة باش نعينوا بشوي بشوي، وإن شاء الله الموارد تكبر وتولي الموارد هذه تكفي لمركز تكوين.